المرج الاشتراك في القناة بالضغط على المربع الأحمر وتفعيل الجرس ليصلك الجديد عند وضعه في القناة، وشكرا لكم. السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى في القناة ديالي دائما الهام شانيل. جسبا إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، تكونوا فرحانين، تكونوا ناشطين، تكون الأمور ديالكم زينة وتمام عند جميع السيدات، عند جميع الحبيبات الغزالات الوفيات أكيد على القناة ديالي اللي أكيد أكيد دائما الهام شانيل. الوصفة ديال اليوم ولا لا غوسة ديال اليوم غادي تكون إن شاء الله وصفة مختصة بالقدمين. غادي إن شاء الله نرطبوا القدمين ديالنا، نقشروهم، نخلصوهم من الخلايا الميتة ونبيضوهم. أهم شيء بالنسبة للسيدات اللي كيبغيو داك اللون الموحد في القدمين، يعني ماشي بلاصه فيها سواد وبلاصه يعني فيها بياض، فيكون لون موحد في القدمين ديالنا. بالنسبه للسيدات اللي عندهم تشققات، بالنسبه للسيدات اللي عندهم يعني داك السواد في الاصابع ديال القدمين ديالهم، يعني كل هذه المشاكل، الخلايا الميته، كل هذه المشاكل ان شاء الله غادي نتخلصوا منهم بواسطه وصفه سحريه البنات. ان شاء الله كل من جربتها غادي يدعي لي. فما تنسوش الا جربتوها وعجبتكم تبارطاجيو هذا الفيديو ولا تعملوا ليه شير اولا تشاركوه مع الحبيبات والصديقات ديالكم على مواقع التواصل الاجتماعي، باش هكذا تعم الفائده للجميع وتعم الفائده لعدد كبير من السيدات اللي دائما تيبحثوا على الوصفات الطبيعيه. نرحب بالبنات ونرحب بالسيدات، مرحبا بكم في القناه ومرحبا بالوصفات ديالكم. يعني اي سيده عندها وصفه طبيعيه كما كانت النوعيه ديالها فما تنساش تخليها لينا في لي كومونتير. ان شاء الله انا شخصيا ندور نجربها ان فوتنا الاعجاب ديالي، فغادي نجي نبارطاجيها معكم هنا في القناه باش هكذا تعم الفائده للجميع. بالنسبه لهذه الوصفه هذه البنات المكونات ديالها ساهلين ماهلين، بسيطه ورخيصه. وباش ما نطولش عليكم اكثر نمشي باش نتعرفوا على مكونات الوصفه، الطريقه ديال التحضير ديالها والطريقه ديال الاستعمال ديالها. دونك اول مكون غادي نحتاجوا ليه غادي نحتاجوا الملح. وقبل ما ندوزوا المكونات ديال هذه الوصفه بغيت نقول لكم انه هذه الوصفه هذه فيها جوج ديال الخطوات ولا جوج ديال المراحل. المرحله الاولى التقشير والمرحله الثانيه الترطيب. ما بغيتش نجيو ندير لكم الترطيب، يعني كاينين بعض السيدات عندهم كما قلت لكم السواد، عندهم يعني خلايا ميته، عندهم بزاف ديال الامور، فضروري ما نتخلصوا من يعني الخلايا ونتخلصوا من القشور وبزاف ديال المشاكل عاد ندوزوا للترطيب. يعني ما تجيش ندوزوا ديريكتومون للترطيب، فضروري الناس ما نقشروا القدمين ديالنا عاد نرطبوهم. فبالنسبه للمرحله الاولى اللي هي التقشير غادي نحتاجوا فيها الملح، الكميه المناسبه لكل سيده يعني على حسب الرغبه ديالكم نتوما. غادي نحتاجوا الخل الابيض، وكما شفتوا في العنوان ديال هذا الفيديو فالوصفه المكون الرئيسي ديالها هو الخل الابيض. انا خديت هذه النوعيه هذه، ممكن تاخذوا اي نوعيه بغيتوا نتوما. وغادي نحتاجوا الماء العادي، يعني واحد الكميه تقريبا ديال 300 مللتر 200 مللتر 400 مللتر على حسب كل سيده شنو بغات. فهادو هما المكونات ديال المرحله الاولى ولا الخطوه الاولى. فبسم الله. وكناخذوا البنات واحد البانيو اللي كيكون كيتسع القدمين ديالنا، يعني تيكون كبير. فانا استخدمت لكم هذا ولكن نتوما اكيد خصكم اكبر من هذا، يعني يكون كيتسع لجوج ديال القدمين ديالكم ماشي غير جوج وحده، وانما جوج باش هكذا تسهل عليكم العمليه ديال التقشير. بالنسبه لهذا الملح فهو ملح عادي، يعني ملح الطعام فقط ماشي ملح البحر الميت بالنسبه للسيدات اللي غيسولوني في خانه التعليقات. وغادي نبدا كنضيف له يعني الماء الكميه اللي بغيتو. من بعد غادي ناخذ الخل ديال الابيض يعني العادي، وكنبداو نضيفو حتى هو الكميه اللي بغينا. بالنسبه لهذا الخل هذا البنات رائع للقدمين. بالنسبه للماء فانا ضفت غير الماء العادي، يعني الماء البارد ماشي الماء الدافئ. نتوما صراحه الا بغيتو تستخدموا فاستخدموا الماء الدافئ غيكون افضل مع الملح والخل، يعني غتكون الوصفه افضل. سينو الا ما بغيتوش فممكن تستخدموا غير الماء العادي يعني البارد ماشي الدافئ اللي بغيتو.
بعد ما كتصبح لينا الوصفه بهذا الشكل، كنوضعوا فيها القدمين ديالنا وكنخليهم يرتاحوا. ومن بعد مني كنبغيو يعني نزولهم من هذا البانيو هذا ولا هذا الاناء هذا، فكنبداو نفركوهم بالملحه لمده ديال 10 دقائق ولا 15 دقيقه. ومن بعد ما كنتهيو من المرحله الاولى كنوصلوا القدمين ديالنا بالماء العادي وكنشفوهم، عاد كندوزوا للمرحله ديال الترطيب. فهادشي اللي غنديروا الان، غنمشيو للمرحله ديال الترطيب. المرحله ديال الترطيب البنات غادي تكون فيها يعني مكونات رائعين جدا. فاول مكون البنات غادي نحتاجو ليه في الترطيب، غادي نحتاجو اما الفازلين يعني لترطيب القدمين، اما الكريم غليسوليد، لكم حريه الاختيار. يعني اما هذا الكريم هذا رائع جدا جدا اللي هو كريم غليسوليد، كيخلي واحد الرائحه فنه في القدمين، اولا الفازلين، لكم حريه الاختيار. انا هنا غنستخدم كريم غليسوليد. وغادي نحتاجو العكر 24 ساعه ولا العكر الفاسي، لكم حريه الاختيار، اللي كيجي بهذا الشكل هذا. هذا العكر هذا رائع للقدمين، يعني كيخليهم حمر طبيعيا. وانتم الا ما بغيتوش يعني داك الاحمرار اللي كيكون كبير بزاف في القدمين، فاستخدموا منه غير كميه قليله. فيعني انا استخدمت هاد العكر هذا ديال 24 ساعه، وانتم اللي بغيتو استخدموه. وغادي نحتاجو الزيوت. انا هنا غنستخدم غير زيت واحد اللي هو زيت الحامض. هاد الزيت الحامض هذا كيوحد اللون ديال القدمين، كيخلي فيهم واحد الرائحه معطريه البنات وغزاله. انا ديجا استخدمته والحمد لله لقيت عليه نتائج مزيانه. نتوما الا ما متوفرش عندكم مثلا هاد الزيت الحامض، فممكن تعوضوه بزيت الجليسيرين. هاد الزيت هذا البنات رائع حتى هو، يعني راه من بين المزايا التجميليه ديالو، فيستعمل في العنايه التجميليه لكل من الشعر، البشره الجافه، العنق، اليدين، الرجلين والاظافر، يعني حتى هو غزال. فإلا ما عندكم زيت الحامض استخدموا غير زيت الجليسيرين فقط فهو يكفي. وإلا ما عندكم زيت الجليسيرين وزيت الحامض فاستخدموا الزيت ديال الورد، لكم حريه الاختيار. ولا بغيتوا تستخدموا مثلا زيت الحامض، زيت الورد وزيت الجليسيرين فممكن. انا فقط غنكتفي غير بزيت الحامض بوحديته، كيوحد اللون وكيخلي رائحه زوينه بزاف في القدمين. فبسم الله على بركه الله، غندوزو الان للطريقه ديال تحضير هذه الوصفه هذه. كناخذوا دائما الكميه اللي غادي تكفينا، انا غنكتفي غير بهذه الملعقه فقط. يعني انتم ممكن تاخذوا كميه اكثر من ملعقه، لكم حريه الاختيار. دائما الكميه اللي تواتم معكم هي اللي تستخدموها. وغادي ناخذ هذا العكر هذا اللي هو عكر 24 ساعه. كما قلت لكم ممكن تستخدموا العكر الفاسي الا بغيتوا. فغادي ناخذ كميه لا باس بها، يعني قطعة ماشي بزاف، يعني ما استخدمتش العكر الفاسي بالكامل، غير طريف صغير ولا قطعة صغيرة هانتوما، يعني ماشي بزاف. وغادي نخلطوهم عاد من بعد غادي نضيف ان شاء الله زيت الحامض. وخصنا ضروري يعني ما نخلطو هاد العكر مزيان باش هكذا يعطينا اللون وما يبقاوش دوك القطع ديالو نهائيا. كما قلت لكم هاد القطعه اللي استخدمت انا غتعطيني يعني لون غوز غزال بزاف. نتوما الا بغيتو يعني تستخدموا كميه اكثر من هذيك القطعه اللي استخدمت انا، يعني باش تعطيكم لون اكثر يعني احمر مثلا داكن، فممكن يعني تضيفوا كميه كثيره ديال العكر 24 ساعه ولا العكر الفاسي اللي توفر عندكم في البيت. بالنسبه لهذه الوصفه البنات غتشكروني عليها، لانه كتخلي القدمين في واحد اللون غزال بزاف، و يعني كتخليهم فيهم هذا اللون الوردي الطبيعي في القدمين، في القديمات يعني في القدمين بصفه عامه ماشي غير القديمات فقط. وايضا كترطبهم، يعني ما كتخليش فيهم دوك التشققات نهائيا. فهانتوما ها اللون ديال الوصفه، انا غنحاول نقرب لكم، يعني وردي رائع جدا. من بعد غادي ناخذ زيت الحامض ونستخدم يعني بعض القطرات منه، تقريبا واحد نصف ملعقه فقط من زيت الحامض.
بعد الوصفه اللي كتصبح بهذا الشكل هذا رائعه جدا. كما شفتوا انا ما ضفتش كميه كبيره ديال الكريم كليسوليد، يعني خديت غير ملعقه. نتوما اكيد الا بغيتوا تستخدموا يعني كميه كثيره وتخليوها عندكم تحتفظوا بها بواحد العلبه تبقاو تستخدموها كل ليله قبل ما تنعسوا، فممكن مثلا تستخدموا علبه كامله ديال الكريم كليسوليد وتستخدموا جوج ديال العكر ديال الفاسي ولا ثلاثه على حسب اللون اللي بغيتوا، واش لون احمر داكين ولا غير يعني غوز اللي كيكون بيبي ولا غوز اللي كيكون يعني بارد ما يكونش غامق، على حسب نتوما اللون اللي بغيتو. وتخلطوا الكل وتضيفوا واحد ملعقه من زيت الحامض ولا زيت الورد ولا زيت الجليسيرين وتحتفظوا بها يعني في علبه وتبقاو تستخدموها كل ليله قبل ما تنعسوا لمده شهر شهرين، ما كاين حتى شي مشكل. بالنسبه للتقشير كنصح به مره واحده ولا مرتين في الاسبوع فقط، ما تستخدموش التقشير يوميا. اما بالنسبه للترطيب فاستخدموه يوميا كل ليله قبل ما تنعسوا لمده ديال غير 3 ايام البنات، انه الوصفه غتعطيكم نتائج غزاله بزاف. هي اكيد منذ اول استخدام او منذ اول استعمال كتبان النتيجه وغتلاحظوها ان شاء الله وغتشكروني على هذه الوصفه. ما تنساونيش بواحد بيك لايك لهذا الفيديو، تبارطاجيو هذا الفيديو مع الحبيبات والصديقات ديالكم باش ان شاء الله تعم فائده للجميع. وبدوري نشكركم على حسن تتبعكم لهذا الفيديو ونشوفكم في الفيديو القادم ان شاء الله.